يحتفظ المدافع الايمن يفتح طويلة بن شيخ نصر الدين عيد سلاطري سلاطري راح يفتح طويلة ممتازة معزوز مليحة من دوب دوب محاولة الهدف هل بدأ سلاطني سلاطني هنا نشوف الإعادة مرة أخرى رغم أن أصل ممدودة تنجو كرة الشعر سلاطني مثل هذه هاي عزيزاني وسط بطني يدخل اجل اليمنى اين هو شقيقه وجانبيه الشوط الثاني في نهاية المقابلة المحاولة الأولى والهدف الرائع المدودية بعد الفتحة من السلاطني شوف الذياب يرمي رجله والثقل نتاعه كله ويسجل هدف Oh, yeah.
الشوط الأول. التعادل للسلبي ما زال يجمع الفريقين 0-0. هجوم معاكس الآن لفريق المولودية. دخول بن علي منطقة العمليات ولكن كاد مرة أخرى على الجهة اليمنى من هناك فلاتني بوبريت. فلاتني يتمكن من الكرة هذه تروح مباشرة لرحمولي يدخل منطقة عمليات صعبة. يجي بن حملات وبعيدة الكرة هذه من فلاتني بينه وبين رحمولي. سوء تفاهم محاولات التصويب من بعيد من فلاتني المدافع الأيمن الدولي. كرة تمر فوق مرمى الحارس بغرارة بعيدة جدا. دفاع بدني كبير جدا. فوق ثوب ممتاز جدا على فلاتني وانطلق فلاتني. لطني والصيفي وعلى الجهة اليسرى رحموني توصلوا يوقف كورته رحموني خطير لما تكون عنده الكرة ويجي من بعيد سودان من هناك على الجهة اليمنى يوصل على لطني لطني دوب مش بوضع التسلل وقفها بصدره امام بن حملات الصيفي دوب لطني على الجهة اليمنى توزيعاته هائلة ودقيقة القائمة الثانية رحموني وحده رحموني دوب يبقى محتفظ بها لطني مش بوضع التسلل تصويباته جميلة هايلة رحموني كاد يفتح باب التسجيل صيفي وصل علي فلاتني توزيعاته صعبة وخطيرة يستعد فلاتني ممتازة مرفوعة القائمة الثانية وبغرارة في المكان المناسب الكرات العالية بغرارة ممتاز جدا خرج له بالحملات يريحها فلاتني يسترجعها دوب توصلوا يطلب الكرة صيفي يوصلها له فلاتني وانطلق صيفي لا تمام متفوقين على المهاجمين من كلا الجانبين فلاتني الان يطلب الكرة دودان كوتو توصل لي خنوف دوروا لفلاتني فلاتني وايد وفبريت خرجها للتمام لكن تاع المولودية الضغط عليهم كبير لدرجة انهم فيما بينهم كل لاعب يشتكي من الاخر ويحتج على رفيقه ميرقع فلاتني يلحق عليها هايل فلاتني ممتاز جدا يوصل عليه دوب ليدريوش وزفور فلاتني امام بوبريت فوق عليه ويخرج التماس يجي وراء فلاتني دوب يواصل فلاتني دوب وفلاتني فلاتني عنده كره ممتازه توزيع والدفاع خرجها للركنيه فيوش مدان يرجع علي بوبريت انطلق على الجهه اليسرى بوبريت معه دائما فلاتني مدان ما خرجتش وفلاتني لمراقا مراقا للعزيزي نزار بغيه وسط ميدان الان فلاتني يوقف كورته يتمكن منها ومعه دوب من وحيد ناحيه دوب يقصها له حج عدلان ويصبح هجوم معاكس لفريق المولوديه عن طريق من هناك بعيده فتحه لقزمي وبين احضان الحارس علان صلاح الدين وعلان في هذه المحاوله هذه الكره المعاده راسيه قزمي والا لكان الخطر على مرمى الحارس علان ركنية نفت مباشرة وهدف اول هدف المقابلة من تنفيذ رفيق صيفي على ما اظن بالفعل ركنية الكرة اصطدمت في العارضة وراحت في شباك الحارس عدلان ودفاع جيري امام ربع مدافعين يحاول وركنية عميرات يراوغ ولكن دفاع بطني ومخالفة
خطا لسلطني. لعب النشط سلطني في صفوف فريق مولوديني. سلطني عاليه في قسم من هناك بالراس الدفاع والدفاع يتدخل. 96 و83 يستأنف اللعب وما فيش خطأ لفائدة ياسين سلطني المدافع الدولي وتدخل في نهائي هذا الموسم في الفاتح جوليا. مخالفة وتدخل الدفاع في منطقة رحموني. ينفذ الخطأ بسرعة. سلطني ناحية صيفي يدخل يفتح صيفي مليحة دوب رمى بالهدف الثاني. ما زال محافظ على كرته يتباطأ دوب ورحموني رحموني. كرة سلطني سلطني على الجهة اليمنى يفتح خطيرة والدفاع يتدخل عن طريق حمداني فيصل. ما زال خطر وما زال كرة عند رحموني يحاول فوق العارضة. مع بداية الشوط الثاني هذا على الأقل فرصتين لكل فريق فرصتين حقيقيتين للتهديف. فتح من سلطني وفيه خطأ. الريش غضني بوعة لرحموني لقاسمي أمام حمداني. ميرات فيه مراقبة نسيقة من لاعب ياسين سلطني. تمام سيري بلال يدخل ديري بلال عاد العزمة عن طريق مونغا. مونغا يبدل ويخلي الكرة لديري بلال. يدخل بلال ديري ما فيش خطأ. الحكم يترك مبدأ الأفضلية رغم احتجاجات مدربي فريق سلطني. التنفيذ مخالفة طويلة لقاسمي من هناك ولكن دفاع زغدور الآن لصيفي بالعقيد مليحة لسلطني راح يرفع فوق العارضة فوق العارضة. الكرة خارجة جانبية بعد محاولة من صيفي بالعقب قدمها لسلطني الذي جاء من الوراء. العز الهجوم والدفاع ما زالت الكرة عند سلطني. سلطني سلطني لمراقا. مراقا يفتح الدفاع بواسطة زغدوس ومن هناك عايد ضيع ونفذ من هناك لسلطني. سلطني لدوب طلب الكرة دوب وحسنين مع سلطني. سلطني روغ حارس اتحاد العاصمة ياسين سلطني يلعب في الصورة المكبرة يبتسم قبل تنفيذ ضربة الجزاء الضربة الثالثة لفريق المولودية. بمعنى رغم فأل ياسين ويسجل سلطني يسجل بطريقة فنية. ثلاث ضربات للمولودية سجلت هدفين ضربتين للاتحاد هدفين وضربة ثالثة لفريق المولودية. دائما مع المدافعين المدافع الدولي فيصل حمداني حتى أن يقول اللاعب اللي يدي مقابلة كبيرة في المقابلة دائما يكون في ضربات جزاء. على الجهة اليمنى وجود سلطني في وضعيته ك مدافع ايمن. سلطني دوب 23 سنة فريق شاب. سلطني رجع كورتو مباشرة لدوب ينطلق عزيزان توصل علي. سلطني على الجهة اليمنى عزيزان يجيه يفضل مراقة. مراقة سلطني. فريق المولودية في حاجة إلى الاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب قبل تسجيل الأهداف بأي وسيلة. داري من التسلل بن علي غير تماما ناحية سلطني على الجهة اليمنى. سلطني العزيزي بعيدة كذا سلطني كنت ظن بأنها مرفوعة كثير فخطي كذا سلطني يفتح باب التسجيل في هذه الكرة. 11 دقيقة لا دائما صفر مقابل صفر في النتيجة. خوصة كما ينبغي. ويضغطوا على المنافس ويحلقوا له مشاكل في الدفاع نتاعو وفقط. يزيد يواصل يدخل ممتازة ناحية سلطني على الجهة اليمنى يلحق عليها سلطني. سلطني دائما عنده الكرة في ممتازة مع عزيزان يبقى مع مرور الوقت راح يخلينا نكتشف هذا. سلطني توزيعاته ممتازة القائم الثاني توصل مباشرة توصل لدوب ممتازة لعزيزان. سلطني راح على الجهة اليمنى عزيزان ممتازة مرفوعة كثير التغطية كان ممكن
نوصلوا. توزيعات أرضية للمرة لبن علي في وضع التسلل تاع دوب. يسترجعها عزيزان. أي. مرفوعة ممتازة والدفاع يدخل. تبقى الكرة عندنا وتارق العزيزي ومراكا لسلطني لكاش وضع التسلل يلحق عليها. أرضية والدفاع. ثم دوب ما يلحقش. وكذلك دياب. أخذت الكرة سلطني. مرفوعة والدفاع صعوبة. شرط الإيجالية في الوسط على الجهة اليسرى. صعبة وممتازة بواسطة اللاعب رقم 12 ديامي. الخطين غير موجود تماما. سلطني يستفيد من تماس. 48 دقيقة لعب. بن علي سلطني انطلق. بن علي فضل يحتفظ بالكرة. يلعبها مع زيزان. اي اي اي. بن علي سلطني. ميراغا. لمن يرمي الكرة بن علي؟ يبقى محتفظ بها. توصل لسلطني على الجهة اليمنى. إرادة كبيرة عند لاعبين السنغاليين ما يخليوش اللاعب اللي عنده الكرة يلعب. شوف ترك السنغالي مع عزيزان من هناك وصلتني توزيعة وخروج الحارس. لو خنوف من هناك على الجهة اليمنى مع صلاتني مضطر للعودة إلى الوراء ناحية تارق العزيزي. ومخالفة خطيرة لصلاتني عرضية والحارس في المكان المناسب بعدد كبير من اللاعبين نستطيع القول اللي يدافعوا واللي يبداوا الدفاع في منطقة الخصم. وانطلق من قاسي سعيد في القائمة الثاني. اي 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 تأخر شوية قاسي سعيد تبقى محتفظ بالكرة يراوغ بالفتحة والهدف. يحرر جمهور في وضعية صعبة جدا لم تكن منتظرة تماما. هدف من دون شك راح يعطي دفع اخر للمباراة اليوم وحين اعادة زاوية صعبة جدا. لطني في القائم الثاني باغت دفاع اين انت يا نورتين مولودية عدل يا حفيظ خليك في المجال. راح لطني من هناك ابن علي توصلوا لطني يدخل منطقة العمليات. ضربية من بالعارضة ولا الحارس عايد وفي الكثير من الاحيان قاسي سعيد ودوب قوية جدا التصويبة من سلطني تصطدم بالقائم الايسر ما يخليوش مساحات الفارغة للاعبين السنغاليين لما يسترجعوا الكرة. سلطني شوف لما يكون الكرة عند لاعب جزائري هذا الان بهدف مقابل هدف. سلطني على الجهة اليمنى يواصل يدخل سلطني توزيعة قائمة الثاني وسهل الحال اعتماد لا 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 مرة اخرى سلطني توزيعات ارضية فعلا كاش ينتظر في الكرة هذه توصل لدوب وصلتني سلطني توزيع القائمة الثاني وبعيدة.